صراع مع فضيلة الإمام، فضيلة الإمام الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب. تمام، أنا عارفة وحضرتك وضحت كذا مرة قبل كده إن هو مش صراع شخصي خالص، هو صراع على منظومة الأزهر، إن منظومة الأزهر رافضة تجديد الخطاب الديني أو مش معوقة ومش عايزة ناس تجتهد في التفسيرات أو تفسير الأحاديث أو تفسير القرآن بشكل يناسب المجتمع أو يناسب الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. تمام، هل المعلومة وصلي صح؟ صحيح، ده خلافك صحيح، ده جوهر الخلاف، ده جوهر الخلاف. مين اللي هيجتهد عشان خاطر يفسر تفسيرات، تفسير للأحاديث وتفسير للقرآن الكريم غير الأزهر؟ المصريين أصلاً مسألة الدين دي، وما تقولي إنه مين يجدد الدين، ناس كتير جداً تجدد الدين مش الأزهر بس. ليه؟ لأنه الدين ده هو جزء من الجينات المصري، المصريين هم اللي اخترعوا الأديان قبل حتى ما السماء تمد إيدها وتبعت رسل، يعني عشان تعرف الناس. بس ايام القدماء المصريين كان في كهنه. لا ماشي الحال بقى، ما هو لازم حد يجي يعكنن علينا طول الوقت، اللي هو ايه مساله الدين دي. يعني مره انا اختلفت مع حد من المشايخ، قلت له هو الاجتهاد ده محتاج ايه؟ انا محتاج انك تبقى دارس وقاري وفاهم. قلت له طيب انا راجل معايا دكتوراه واتقن ادوات البحث العلمي عندي، يعني الدكتوراه بتاعت حضرتك في الاعلام، في انا في كليه الاعلام اصلا، في جامعه القاهره. فعندي ادوات صحافه، يعني صحافه، دكتوراه في الصحافه، تحديدا يعني عامل دكتوراه في صحافه الاثاره. صحافه الاثاره، ايوه واخد دكتوراه فيها. ايوه عاملها، منظر لها. ايوه هنقعد نشتغل صحافه اثاره وما نعملش دكتوراه فيها. فقلت له انا عندي ادوات البحث، الادوات البحث العلمي، يعني اللي هو انت المناهج والادوات والتحليل وكل حاجه. طب ايه اللي يخليك انت تقول لي مالكش حق تبحث في الدين؟ بأمرت ايه؟ هو ما قالكش مالكش حق تبحث. لا في قال الدين. قال لك ما ابحث في الدين زي ما انت عايز، بس مالكش حق تشرع. ما فيش حد بيشرع او تقول قوانين او تفسر. هو حد هيجرؤ يكتب والناس تقراها؟ ايوه ليه ان شاء الله؟ هو ما حدش هيشرع، لانه اللي شرع هو ربنا. كويس، احنا بنيجي هذا الدين، هو عاوز الدين يدخل في كل تفاصيل حياتي، وبعدين يقول لي مالكش دعوه، انا هقول لك ايه الصح وايه الغلط وايه اللي مظبوط وتعمله وايه اللي مش مظبوط وما تعملوش. ده الازهر، ده رجال الدين بشكل عام. مؤسسه الازهر بقى فيها مشكله اساسيه، اللي هو في تكوينها العقلي، هي مش مرنه، يعني هي مؤسسه مش مرنة. ليه مش مرنة؟ مش مرنة لانه هو اتعلم كمان، اتلقن كمان فكرة ايه؟ هقول لك كارثة كان الشيخ شعراوي الله يرحمه بيقولها، يقول لك ليس مع امر الله لماذا؟ وده كلام دقيق جدا، كلام مهم جدا، انه ليس مع امر الله لماذا؟ ليه؟ لانه انت مثلا ربنا قال ده غلط، خلاص غلط ما تقولش ليه، ربنا. لكن هي المشكلة ان هم خدوا الصلاحية دي من ربنا، ادوها لنفسهم، فيبقى هو ايه؟ ليس مع كلام شيخ الازهر لماذا؟ لا ده 60 لماذا؟